شاء الله تكونوا كتير مناح. فيديو اليوم رح يكون عبارة عن عرض مشتريات العيد أو عرض ملابس العيد، فخلونا نبلش. رح نبلش بالملابس. أول إشي جبت هو طقم رسمي. العيد اللي فات جبت هذا الطقم، وهذا العيد جبت طقم رسمي أوف وايت. شوفوا التفاصيل يعني قديه حلو. أنا يعني كتير بحب هذا الستايل الرسمي، كتير بحبه. معاه بنطلون أوف وايت، هذا هو شكله، كتير حلو، أنا كتير حبيته يعني لما قسته. تاني إشي جبت لهذا العيد جبت بلوزة ستان، تمام؟ شوفوا قديه حلوة. هيك بيجي فيها ألوان هيك مزركشة وشغلات حركات. فيها كتير ألوان، أخضر بيض بني، ما بعرف إذا مبينة بس هاي هي من ورا. رح تقولي إنه الدنيا شتاء، بعرف إنه الدنيا شتاء، بس عن جد يعني بشهر 4 الدنيا ما رح تكون شتاء، رح تكون ربيعي، فتحتيها رح ألبس قميص، تمام؟ فإنه كتير حبيتها فجبتها. يعني أنا كتير بحب البلوزات الستان، عندي كتير منهم. جبت هذا الفيست اللي كمان ستايله رسمي، يعني هيك بيجي، هو بيجي قصير طبعا لانه محجبة رح البسه مع قميص ابيض او اشي زي هيك، تمام؟ فشوفوا تفاصيله، هاد هو في هدول الزراير بهذا الشكل، فكتير حلو. معاه جبت بنطلون رسمي اسود، تمام؟ شوفوا هذا هو شكله، يجي بهذا الشكل، بيشبه البنطلون الابيض اللي فرجيتكم بالاول، بس هذا شوي اوسع، فانه شوي ستايله مختلف على البنطلون اللي فرجيتكم بالاول. من نفس المحل جبت هذا البنطلون الاخضر، اخضر هيك فاتح، هو صراحه صيفي اكثر من انه ربيع او شتوي، بس يعني رح يلبس لبسه معينه انا عندي ببالي. لهذا العيد كمان جبت هاي البلوزة اللي طويلة اللي شفتوها بفيديو تسوقوا معي للعيد، يعني انا اشتريتها للعيد بس كمان تسوقت فيها، تمام؟ كتير حبيتها، يعني اوتفيت كتير حلو. هاد هو شكلها. اذا ما شفتوا فيديو تسوقوا معي للعيد فوتوا شوفوا، كتير حلو، اللينك تحت بالديسكريبشن بوكس. وشكرا للناس يلي تفاعلوا معي بهذا الفيديو، كتير بحبكم كلكم. عندي كمان هذا البنطلون البيج اللي كمان شوي ستايله رسمي وواسع، ما بعرف اذا هو رسمي او سبورت، بس انه هو زي هيك. هذا كان عندي من السنه اللي فاتت بس ولا مره لبسته، فحبيت استغله يعني هيك بملابس العيد والاقي له هيك شيء اوتفيت، تمام؟ اخر اشي جبت بملابس العيد هو هاي البدلة الرياضية. ما بقصد انه رح البس بدلة رياضية بالعيد، لا، بس انه جبتها وانا بتسوق للعيد، فشوفوا هيك بيجي بنطلون تبعها، لونها كحلي اي ثينك او ازرق، تمام؟ هاد هو الهودي تبعها، كتير حلو حبيته، يعني هيك طويل وواسع فبيزبط لإلي كمان، يعني نفس الشكل اللي موجود فيه. وهلا رح نمر للحجابات. بعيد ميلادي 2 من صحباتي جابوا لي حجابات، وانا هذول الحجابات كنت محتاجتهم مشان العيد، فخليني افرجيكم. اول لون عندنا لون بيج، تمام؟ هذا هو اللون، كثير 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 كنت حابه اجيب بيج وجابت لي وحده منهم، شكرا كثير لك. وكمان صاحبتي الثانيه جابت لي هذا الحجاب البني، كتير حلو من زمان بدور عليه، فكمان شكرا لك. وانا جبت هاي البندانة نفس اللون تبع الحجاب اللي فرجيته. هلا خلوني امر للشنطات وشغلات زي هيك، تمام؟ هنبلش بهاي الشنطة اللي كمان اجتني هدية بعيد ميلادي، كتير حبيتها، رح استخدمها باحد الاوتفيتات. ترقبوا فيديو تنسيقات العيد لانه هلا بس عم بعرض لكم ايش جبت، ما بنسق، فترقبوا بعد هالفيديو دغري. فاشتركوا بالقناة وحطوا لايك وشيروا الفيديو مع اصحابكم، حطوا لي كومنت حلو مشان اعمل لكم هذا الفيديو لانه كتير بتعب. وهلا رح افرجيكم الشنطة اللي انا جبتها، بتجنن يعني، واو، اول مرة اجيب شنطة زي هيك. خليني افرجيكم هو شكلها، شوفوا تفاصيلها، كل اشي حلو فيها ما شاء الله. خليني افتح لكم اياها، بلاش تفتح، هاي هي. هاي شنطة كتير متت عليها عن جد، يعني هيك لما شفتها قلت لا خلص بدي اجيبها، يعني مستحيل افكر اجيبها ولا ما اجيبها.
فما قدرت اني جبتها. امر معاكم للشوز تبع العيد. اذا لاحظتوا هذا العيد جبت كثير شغلات رسميه، فلهيك يعني كنت كثير محتاجه لشوز رسمي. لاول ما بحياتي جبته، كثير كثير حلو. مستعدين تشوفوا؟ مستعدين تقولوا واو ما شاء الله؟ يعني كثير حلو، كثير طالعين ترند هدول الشوزات، فانا كمان قلت خليني اجيبه. بس هذا الصراحه جبته قبل شهرين بس ما لبستوش، يعني حطاه بالدولاب عندي واحكي لا ليش البسه، هاد بس للي. فخليني افرجيكم تفاصيله من قريب. هاد هو شكله بجنن، وكمان انه كثير مريح، مكتوب عليه ميديكال يعني انه مريح، فان شاء الله يكون عن جد مريح لانه انا كثير خايفه من كعب وهيك. بس انه كثير حلو، شوفوا تفاصيله بجنن. طبعا جبته باللون البيجي لانه مثل ما شفتوا بهذا الفيديو انه كثير شغلات جبتها بيج وبنيات وهيك واوف وايت هيك، فبيبقى اكثر شيء البيج. واخر اشي جبته للعيد هو هاي السجادة يلي كتير كتير كيوت وكتير حلوة وكل اشي، هيك صغيرة هي بس انه عندي يعني كتير واو. بروح فيها هالايام بالتراويح، فشوفوا كتير حلوة. انا يعني مفروض كنت اجيبها لرمضان بس يعني لقيتها باواخر رمضان، فشوفوا قديش حلوة، عليها شمس واشكال وحركات والكعبة والمهم ورود وشغلات حلوة يعني، لأنه كثير كثير حبيت. بالنسبة لمنتجات العناية بالبشرة وهيك شغلات، أنا ولا مرة يعني جبت غسول للوجه، وهي المرة قررت إنه أجيب غسول للوجه. هاد هو اسمه. كثير دورت على غسول يعني هيك يناسب المقاطعة وهيك، ولقيت إنه هاد يعني كثير ناس حاكين إنه منيح، فرح أجربه وأحكي لكم يعني إذا تذكرت إنه أحكي لكم إذا منيح ولا لا. بالنسبة للميك اب ما جبت كتير شغلات لأنه already عندي، بس جبت هاد الايلاينر أسود، هاد هو. وبس هاد كان فيديو اليوم، ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، تشيروا من حالكم عشان نوصل بأقرب وقت لألف مشترك. ما ضل إشي على ألف مشترك ومجهزة إشي كتير حلو لألف مشترك، فاشتركوا بالقناة تشوفوا يعني قد إيه موصلين، فاشتركوا أنتم عشان نوصل بأقرب وقت لألف مشترك، نوصلها قبل العيد. بدي اعمل معاكم تحدي نوصل 1000 مشترك قبل العيد، اصلا ما ضل شيء يعني شوفوا قد ايه رقم ما شاء الله، فما ضل شيء بس انتم اشتركوا ووصلوا هذا الفيديو ل 50 لايك تمام، كثير بيستاهل. وكمان فعلوا جرس الاشعارات مشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله، لانه في فيديوهات بتجنن، فيديو تنسيقات العيد، فيديو تجهيزات العيد، وفيديوهات كمان ما بدي احرق عليكم. فباي، بحبكم كثير كثير.